أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج خبر ورسالة. بداية حابب أنه أتوجه إلى شعبنا القبطي في مصر بتعازي الحارة من قلوبنا من فضائية الآرامية، ونعزي جميع أهالي الشهداء اللي سقطوا في آخر هجمة أو اضطهاد للكنيسة القبطية في مصر. راح نتكلم أكثر عن الموضوع مع الأب فلوبتير جميل. يسعدني ويشرفنا في أول مرة على الفضائية الآرامية نستقبل معانا على الهاتف الأب فلوبتير جميل. أهلا وسهلا فيك أبونا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. شكرا لك أبونا. بداية يعني دي كان أول هجمة على الكاتدرائية في مصر، ما رأيك في اللي حصل؟ وهل كنا يعني جاهزين أو متوقعين هاي الهجمة أو الاضطهاد على الكاتدرائية؟ خليني أسترجع مع حضرتك المشهد من بدايته. المشهد من بدايته بيقول أنه نسبة الشحن عالية جدا 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 ضد الأقباط، ضد الكنيسة، ضد القيادة الكنسية ممثلة في شخص قداسة البابا تودروس الثاني. المتابع للأحداث يلمح هذا الأمر بمنتهى السهولة والبساطة في المواقع الإلكترونية الخاصة بالإخوة المسلمين، بعض القنوات الإسلامية المتشددة، قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم طبعا خيرت الشاطر، على رأسهم البلتاجي صفوة حجازي، عدد كبير من هؤلاء القيادات مهدوا الأرضية، جعلوا الطريق ممهد ان يحصل اللي حصل يوم الحد اللي فات، المأساة اللي حصلت اللي تعتبر نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الاضطهاد القبطي، واتصور انها تشكل منحنى خطير. ما اعتقدش ان الامور ستنتهي كما انتهت اليه كل المذابح السابقة او كل المحاولات السابقة، لانه ان تقترب من مقر الكنيسة القبطية الارثوذكسية اعرق كنيسة على مستوى العالم، مع كامل احترامي لكل الـ الكنائس، انما المقر الكرسي السكندري ده له خصوصية خاصة في العالم المسيحي، زيه زي الكرسي كنيسة روميا، زي كرسي كنيسة انطاكيا، زي كرسي كنيسة اورشليم. من المتعارف عليه ان هذه هي الكنائس الاربعة او المراكز الاربعة للمسيحية في العالم، فهذا امر خطير جدا ان يتم الاقتراب من الكرسي البابوي. يعني ابونا تقريبا كنا شاهدنا الاحداث يوم الاحد الماضي، ورأينا أن الجيش والحكومة كانت يعني مش متدخلة في الموضوع وكانت فقط بتشاهد. أيضا تابعنا الأحداث وكان البابا تودروس بيحاول أن يتصل مع وزير الداخلية، مع رئيس الحكومة، لكن بعد ذلك في الليل يوم الأحد حصل فيه هناك اتصال مع الرئيس مرسي، ومرسي استنكر هذا العمل وقال الاعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء شخصي على مرسي. لكن ده سمعنا كلام فقط، هل في حاجة حصلت من مرسي؟ هل في شغلات حتحصل تطلع من مرسي يعني تبرد قلوب الشباب والشعب هناك في الكاتدرائية؟ خليني اختلف مع حضرتك في تعبير حضرتك قلته، ان الداخلية القبطية وقفت وقفة المشاهد، حضرتك قلت كده، انا بأضيف لحضرتك لم تكن وقفة مشاهد على الاعتداءات، ولكن هو مشارك في الاعتداءات. الـ 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 ما حدث يوم الأحد الماضي تكرار لاعتداءات تتم فيها ممن في السلطة. شفنا في مسيرو مشاركة واضحة جدا من أفراد الجيش المصري، اليوم مشاركة واضحة جدا من أفراد الشرطة المصرية علشان يكتمل العمل كله في عصر الإخوان، عصر مصر ما بعد الثورة. إن إحنا شفنا اعتداءات من الجيش، اعتداءات من الشرطة على الكنيسة. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها لحضرتك في مسألة ما قال به الرئيس السابق محمد مرسي، واسمح لي إن أنا بسميه الرئيس السابق،
لان انا بعتبر ان الرئيس محمد مرسي فقد شرعيته منذ فتره. ما قال به انه اي اعتداء على الكنيسه يعتبر اعتداء عليه هو شخصيا. طب احنا بنقدم له بلاغ باعتداء على كنيسه القديسين، وبنقول له انه هناك اتهامات واضحه لاهلك وعشيرتك في حماس ان هم المسؤولين على هذا الاعتداء، فهؤلاء اعتدوا عليك شخصيا. بنقول لك ان هناك اعتداء شخصي على شخصك في كنيسه اطفيع، في كنيسه المريناب، في كنيسه امبابه، اليوم في اعتداء شخصي على الكاتدرائيه. ورينا رد فعلك. احنا شبعنا كلام من المسؤولين، شبعنا كلام من هم في موقع المسؤوليه. لن نقبل تخدير بعد الان بمثل هذه التعبيرات. ما قاله الرئيس مرسي في المكالمه التليفونيه ان اي اعتداء يشبه الى حد كبير جدا ما فعله يوم ان فتح صدره في ميدان التحرير وقال انه مش ماشي بوجود حراسه، واكتشفنا ان كل هذه اقوال في الهواء، انما الواقع بيقول حاجه ثانيه. الواقع بيقول انه الاخوان المسلمين هم من يتحملون المسؤوليه المباشره عن هذا الاعتداء، لانه زي ما قلت لحضرتك هم اللي يتحملوا مسؤوليه الشحن في الشارع الاسلامي كل الفترات اللي فاتت. عايز اقول لحضرتك ان يوم ان تم الاقتراب من مكتب الارشاد خرجت قناه 25 اللي هي المتحدثه الرسميه لجماعه الاخوان المسلمين وللرئاسه المصريه، وقالت وده مسجل بالصوت والصوره ان اللي كانوا في مقدمه المعتدين حسب ادعائهم على مكتب الارشاد هم المسيحيين بالاضافه للفلول. فاحنا يعني هننتظر ايه يعني لما يتم الشحن للشارع المصري الاسلامي اللي اصلا مش ناقص شحن يعني ضد المسيحيين؟ فمن المؤكد ان من وراء هذا الاعتداء هم جماعه الاخوان المسلمين، هم حازمون الجماعه السلفيين المتشددين الذين ينتموا بحد كبير جدا الى جماعه الاخوان المسلمين. نعم نعم. أبونا يعني سمعنا أنه يعني كان في هناك تصريح من البابا اليوم وأيضا مجلس الكنائس، لكن يعني ما هو دور الكنيسة في الأيام القادمة؟ نرى أنه الحكومة هي موافقة على الأشياء اللي بتحصل والهجمات اللي بتحصل على الكاتدرائية والكنائس في مصر كلها، لكن ما هو دورنا إحنا كمسيحيين في مصر في كل طوائفنا؟ خليني افرق ما بين امرين. اولا دور الكنيسه يعني كيان رسمي وكمؤسسه وطنيه يعني يمتد وطنيتها لعمق التاريخ والفكره الوطنيه الى عمق التاريخ. انا لا اتصور ان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه او الكنيسه المصريه مطلوب منها اكثر مما تفعله الان، هو محاوله الضغط على الحكومة المصرية من أجل أنه يبدأوا يفتحوا ملفات تحقيق، يبدأوا يدعو الشعب القبطي إلى الصلوات، إلى الصلاة، من أجل أنه هناك هجمة شرسة واضطهاد منظم ممنهج ضد المسيحيين في مصر، غير مطلوب من الكنيسة أكثر من كده. يكفي أن يخرج قداسة البابا بكل ما يحمل من فرنسية ويتحدث بلهجة تتسم بالحتم والحزم ويقول احنا محتاجين افعال مش اقوال. كلام اللي قاله نيافة الانبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس اثناء صلاة التجنيز فيه الكثير والكثير جدا من التأكيدات. الان هو المطلوب من الشعب القبطي في مصر وفي العالم كله. الشعب القبطي في مصر مطلوب منه انه يكثف من صلواته، يكثف من تضرعاته، من اصوامه. كل الطوائف بتتحد. انا سمعت حوار جميل جدا لاخونا القس سامح مريس انه بيدعو اخواتنا في الكنيسه الانجيليه لمشاركه الاقباط في الاصوام وفي الصلوات، وده شيء هايل جدا. زي ما اخواتنا المسلمين المعتدلين مشاركين تماما
في التعبير عن غضبهم ضد هذا الاعتداء الغاشم، زي ما المسيحيين شاركوهم في وقفات احتجاجية ضد الاقتراب من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب. برضو احنا بنثمن مشاركة اخواتنا المسلمين في هذه الأمور. إنما المسيحيين حول العالم بقى الدور الأكبر الآن وقت لتدويل القضية القبطية. لا نطالب بحماية دولية زي ما قال قداسة البابا النهاردة، ولكن اللجوء إلى القانون الدولي. القانون الدولي يحمي المقدسات على مستوى العالم. يمكن جدا أن نتقدم في أننا نجيب المسؤولين المصريين سواء في الحكومات السابقة أو في المجلس العسكري أو في الحكومة الحالية، ونبدأ نفعل مسألة القانون الدولي، ونبدأ نطالب يتم محاسبة هؤلاء المسؤولين محاسبة دولية. مصر دولة ضمن مجتمع دولي وضمن منظومة المجتمع الدولي، فمن المهم جدا أن تحترم القانون الدولي اللي بيحترم الأقليات وبيحترم أماكن العبادة وهكذا. فمن المهم جدا أن نبدأ تحريك هذا الملف. نعم. أبونا فلوبيتير، البابا صرح بعد الأحداث وقال أنه ينتظر عدالة السماء. ما كان يعني ماذا يريد البابا أن يوصل من خلال هذه الجملة عدالة السماء؟ جميعنا يثق أن الأرض لن تقدم عدلا بسبب ما نراه الآن في الأنظمة وفي الحكومات. عندنا الأنظمة على مستوى العالم للأسف تساند وتعضد بشكل غريب جدا، لم غير مسبوق أن نرى من النظام الأمريكي مثلا مساندة بهذا الحجم للتيارات الإسلام السياسي والمتشددين. ياما راهنوا على المتشددين واكتشفوا في النهاية أن هم أكثر من يتجرعون مرارة رد فعل هؤلاء المتشددين. إنما من أجل هذا الأمر أتصور أنه هناك فارق ما بين اللجوء إلى القانون الدولي وإلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وإلى اللجوء إلى الحكومات وهكذا. إنما على كل الأحيان هي عدالة السماء التي عودتنا زي ما قال سفر الرؤيا في حتى متى يا الله لا تنتقم لدمائنا. هي دماء الشهداء كانت ولا تزال بزار الكنيسة. احنا ما زلنا منتظرين الى ان تمتد عدالة السماء لتحاسب كل من سولت له نفسه للتلاعب بدماء المظلومين او المسيحيين على مر العصور، يعني مش بس في هذا العصر، على مر العصور. نعم. ابونا، يعني نهاية، ما رسالتك لكل الشعب القبطي في مصر وأيضا لأهالي الشباب اللي راحوا شهداء في هذه المجزرة؟ رسالتي الواضحة والمباشرة، عايز أقول لكل الناس أن الوقت الذي يكون فيه طاعات واستشهاد وقبول الله لدماء زكية تسفك من شعبه، ده وقت بيقول أننا في حالة روحية عالية وليس العكس. لأنه بعض الأصوات بتقول أننا في حالة روحية منخفضة. الحقيقة هذا الأمر مغاير تماما للفكرة اللي أنا عايز أوصلها، أننا في حالة روحية عالية. لأنه حينما يختار الله أن يسمح بالضغط، ده معناه أنه الكنيسة والإيمان خطر جدا على مملكة إبليس ومملكة الشيطان. فمن أجل هذا الشيطان يحاربها والله أهله بهذه الأمور. فأنا بطمن كل الشعب المسيحي كل العالم أننا كمسيحيين من الواضح أننا وصلنا إلى مرحلة من مراحل الخطورة على مملكة إبليس، والدليل أن إبليس يصنع كل هذه الأعمال الدموية ويسفك دماء كثيرين. خلينا نبقى ثابتين أكثر في ربنا،
خلينا نبقى ثابتين اكثر في كنيستنا، خلينا نطالب وندافع بحقوقنا ولا نسلم بفكره انه يجب ان نصمت، لا يجب ان نصمت ويجب ان نتكلم ايضا من اجل ان ندافع عن حقوقنا، من اجل توصيل رساله للعالم كله ان هناك اضطهاد ممنهج يمارس ضد الاقباط وضد المسيحيين. يجب ان نفعل الامرين مع بعض، صلوات ترفع للسماء وايضا اصوات ترفع على الارض من اجل المطالبه بالحقوق. اتصور ان هذا هو المطلوب مننا جميعا على مستوى العالم ككنائس وكمسيحيين. امين يا بونا، ومن هذا المنبر انا بشجع كل الكنائس انه نتحد في الايام القادمه بالصوم والصلاه من اجل الكنيسه القبطيه في مصر وايضا من اجل كل المسيحيين في العالم. يا ريت في الايام القادمه نتحد في كل طوائفنا وكل جالياتنا بالصلاه من اجل الكنيسه. يا ريت ايضا ابونا في نهايه الحلقه نرفع كنيستنا ونرفع اهالي شهدائنا انه الرب يعطيهم سلام واطمئنان انه حقهم مش راح يروح غدر، لكن الله هو شايف كل شيء وهو راح يرد لهم حقوقهم. يا ريت يا ابونا ترفعنا في نهايه الحلقه بصلاه. امين. احنا بنشكر ربنا من اجل سماحه في كل وقت بكل هذه الامور. الله الذي يسمح دائما بالالم يسمح معه بالمجد ويسمح معه بالكرامه، وهو عودنا انه يخرج من بطن الجافي حلاوه ومن الاكل اكلم. احنا بنشكره باسم كل اخواتنا اهالي الشهداء ان ربنا اختار لهم النصيب الصالح في السماء، وواثقين ان الله قادر ان يرسل تعزيه خاصه وسلاما خاصا لكل قلوب هؤلاء الاسر، اسر الشهداء، ويرسل لنا جميعا حياه الاستعداد والسهر، يجعلنا دائما ساهرين لخلاص نفوسنا، ويذكر ايضا كل المضطهدين في كل الاماكن، كل المكروبين، كل من يسمح له الشيطان بتجربه. الله قادر ان يرفع كل هذه التجارب عنا. امين. بنقدم كل هذه الصلوات في دم المسيح، مسنوده بصلوات كل القديسين على راسهم السيده العذراء مريم، لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد. امين. امين امين. انا بشكرك يا ابونا، ابونا فلوبيتير، جميل وجودك معنا في حلقه اليوم من برنامج خبر ورساله. ربنا يباركك ويستخدمك اكثر واكثر في الكنيسه. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهت حلقتنا من برنامج خبر ورسالة. نراكم غدا بحلقة جديدة، وإلى اللقاء.